مرحبا بكم، معكم وسيم افلام. اليوم باش نحكيوا على واحده من اروع واحلى المشاركات العربيه في تاريخ المونديال، اللي هي مشاركه المنتخب السعودي في مونديال الولايات المتحده 1994. التصفيات ما كانش سهله، وين واجهت السعوديه منتخبات قويه وفازت في اخر لقاء على المنتخب الايراني 4-3، اللي خليها تترشح في المركز الاول والاول مره في تاريخها. القرعه تحط المنتخب السعودي في مجموعه نسبيا صعبه، فيها المنتخب الهولندي العريق والغني عن التعريف، نحكي على كومن، بيركام، أوفرمارس والبقية، وحطتها مع المنتخب البلجيكي اللي يمتلك لاعبين محترمين جدا على مستوى عالي، والمنتخب المغربي القوي في الوقت هذاك ويطمح لإعادة إنجاز 86 مونديال المكسيك. السعودية في أول لقاء له في تاريخه في المونديال باش يكون ضد المنتخب الهولندي في ملعب روبرت كينيدي في واشنطن، جماهير كبيرة حضرت اللقاء، وما دقيقة 18 أول هدف في تاريخ المونديال للسعوديين رأسية فؤاد أنور قبل ما يعدى اليونغ في دقيقة 50، والمنتخب السعودي قدم أداء كبير في اللقاء هذاك ولعب بالند للند مع المنتخب الهولندي، لكن قبل 4 دقائق من نهاية اللقاء هفوة قاتلة تاومنت يحرم السعوديين من نقطة. اللقاء الثاني وأول مرة في تاريخ المونديال منتخبين عربيين باش يواجهوا بعض. التعادل تقريبا كان يقضي على أحلام الفريقين في التأهل للدور الثاني، الشيء اللي خلينا نشاهدوا لقاء كبير ولقاء من طراز عالي. ومن دقيقة 10 ضربة جزاء حولها سامي الجابر الهدف، ودقيقة 26 وبعد سلسلة من الفرص الضائعة المنتخب المغربي محمد الشاوش يعدل النتيجة. وقبل انتهاء الشوط الأول فؤاد أنور يسجل الهدف الثاني بعد تسديدة قوية. وكما كنت نقول اللقاء كان قوي وكان يشرف الكرة العربية للأمانة في الوقت هذاك. وبانتصار المنتخب السعودي يتأكد رسميا المنتخب المغربي للأسف مغادرته وإقصاؤه، ويبقى له لقاء هولندا لقاء شكلي. المنتخب السعودي مصيره كان بديه، كان عنده 3 نقاط ويواجه المنتخب البلجيكي اللي يملك 6 نقاط. التعادل والانتصار أهل المنتخب السعودي على الأقل كواحد من أفضل مركز ثالث كما كان نظام البطولة وقتها. أكثر من 52 ألف متفرج، ومن دقيقة 5 باش نشوفوا عرض من اللاعب سعيد العويران اللي تسلم الكرة من نصف الميدان ويسجل هدف بعد ما راوغ مجموعة من اللاعبين البلجيكيين، هدف إذا كنا بهدف مارادونا سنة 86 ضد الإنجليز. وبعد الهدف شاهدنا 85 دقيقة حافظ فيها السعوديين على انتصارهم وكانوا صامدين ضد الهجمات البلجيكية، وبالتالي ثاني فريق عربي يتأهل إلى الدور الثاني. وفي الدور القادم المردود المتميز والمتألق للسعوديين خلى الإعلام العربي والعالمي يحكي على مفاجأة للسعوديين ويتكهنوا أنه باش يوصل بعيد في المونديال، خاصة أنه يواجه المنتخب السويدي اللي ما كانش مصنف ضمن الفرق اللي عندها تقاليد كبيرة في الكرة. اللقاء كان في ملعب دالاس، أكثر من 60 ألف متفرج، وبعد 5 دقائق هدف أول للمنتخب السويدي ويليه هدف ثاني بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني. وفي دقيقة 85 تسجل السعودية هدفها عن طريق اللاعب فهد الغشان، وأصبحت السعودية تلعب الكل في الكل من أجل التعديل، الشيء اللي خلى مساحات استغلها كينيت أندرسون في دقيقة 88. ورغم الهزيمة تبقى مشاركة السعودية التاريخية ومشاركة مشرفة وكبيرة بالنسبة للمنتخب يترشح لأول مرة في تاريخه للمونديال. منتخب كان شاب، منتخب طموح، قدم عروض كبيرة في مونديال الولايات المتحدة. إن شاء الله عجبتكم حلقة اليوم، وإن شاء الله في المستقبل باش نحكيوا على مشاركات عربية أخرى في المونديال اللي خليت بصمتها. ما تنسوش باش تبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم وباش تعملوا سبسكرايب. إلى اللقاء في حكايات قادمة.